نروح واحد من ابطال اليوم النهارده، واحد من ابطال الاهلي دائما. سبحان الله، قبل ما اعرف حتى المداخله دي كنت بتكلم عن النهارده على فكره انه حتى لو غاب فتره عن التشكيله الاساسيه عمره ما رجع في التشكيله الاساسيه، وخيب الظن دائما وابدا واقف في مكانه بيأدي بشكل رائع جدا، اساسي الدكه، لا عمره عمل مشكله، لا عمره عمل ازمه. تحس كده اللاعب فعلا اللي متربي في الاهلي. معايا عبر الهاتف الان كابتن النادي الاهلي النهارده الكابتن رامي ربيعه. يا كابتن رامي، منور الدنيا حبيبي، بنورك والله، ومبسوط جدا جدا من اللي بسمعه منك ده. يعني مش بعيد عنك، شخصيه محترمه وجميله. اقل من حقك. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والله حاجه تفرح وحاجه تشرف بصراحه. النهارده الناس كانت في اعلى مستوى من الاحترام والالتزام، واللعيبه برده كانت رجاله جدا 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 النهارده. يعني انت عارف ماتشات الكاس بتبقى حماسيه قوي، وبتبقى كمان قدام النادي الزمالك، فالموضوع كان مشدود شويه، بس صح. الحمد لله. الف مليون مبروك يا كابتن رامي. بس هقول لك بصراحه، يعني النهارده احنا كنا متوقعين اداء افضل من كده من النادي الاهلي. مش هو الاهلي، يعني الاهلي دايما مبارياته حلوه جدا، تحديدا الشوط الاول. اعتقد انتوا شلتوا حمل كبير انت وزملائك المدافعين النهارده. الشوط الاول مش هو الاهلي، الشوط الثاني الامور تحسنت شويه. ايه اللي حصل؟ يعني ليه البدايه ما كانتش جيده بالنسبه للاهلي النهارده؟ انت برضو بتلاعب فريق كبير، برضو نادي الزمالك نادي محترم وفريق كبير. انت دخلت الماتش كان عندك امل انك تخطف جون في البدايه، بس حتى لو لاحظت في اول الماتش كنا احنا اللي ضاغطين اكتر، كنا مركزين اكتر ان احنا نجيب جون في اول الماتش كده. فبس ما يعني ما حصلش نصيب، فقدرنا نتكلم مع زمايلنا ان احنا نبدا نرجع ونقف كلنا، خطوط تبقى متقاربه شويه، بحيث انت لو ما عرفتش تجيب جون ما يدخلش فيك. فهو ده الهدف من ماتشات الكاس او من ماتشات الفاينل، انك انت تبقى محافظ على النتيجه على قد ما تقدر لحد الاخر يعني. طيب قبل الجول على طول، جول امام عاشور، كنت حسيت ان المباراه رايحه للوقت الاضافي، ولا كنت حاسس الاهلي ممكن يخلص كعادته يعني في الاوقات الصعبه دي؟ لا، كنت حاسسها خلص في الاخر، لان انت الاهلي طبعا زي ما انت قلت الشوط الثاني كنت نازل بحماس، كنت نازل بهدوء، كنت نازل بثقه عن الشوط الاولاني. اتكلمنا مع بعض، قربنا من بعض، فكان الموضوع كنت حاسس، لان احنا يعني في كده سين ما بيننا كده في الاخر بتدي دفعه عندك، لان خلاص في اخر الماتش فكل اللعيبه بتطلع اللي عندها. فكان عندي امل ان احنا نجيب جون، والحمد لله اتحققت يعني. عظيم جدا. في لقطه عظيمه، انا بكلم بقى كابتن النادي الاهلي دلوقتي، لقطه عظيمه، لقطه الممر الشرفي اللي انتوا عملتوها لاعبي نادي الزمالك وهم يستلمون الميداليات. اللقطه دي يا كابتن رامي كنا نفسنا نشوفها من زمان، واخيرا بنشوفها دلوقتي. لا بصراحه، لان ما فيش ما بيننا مشاكل، بالعكس وهي كوره، وفي خسران وفي كسبان، وكان في احترام ما بيننا في الماتش، ما شفناش مشاكل، ما شفناش حد بيتخانق مع حد، بالعكس كان في احترام متبادل. وهارد لك اليوم، واحنا اهم حاجه ان احنا كنا مركزين على المكسب، وده اللي احنا كنا عايزينه يعني، ومش الحمد لله. اللقطه كمان اللي كانت حلوه النهارده، شفنا اكتر من لاعب يا كابتن رامي وانت منهم، طول الوقت بتتكلموا مع امام عاشور، وامام عاشور النهارده لاعب مباراه محترمه جدا وما عملش اي مشكله او ازمه. واضح انه كان نازل مركز جدا نفسيا، واضح ان انتوا كمان ككباتن للفرقه اتكلمتوا معاه بشكل خلاه يظهر النهارده بشكل رائع جدا. ده حقيقة، لان انت مصلحتك مصلحة اللاعب واحد، يعني مش عايزين يخرج بره الماتش في اطار حاطينه كتعليمات ان هو ما يخرجش بره الماتش. احنا عايزين المهم المكسب، مش مهم ان اللاعب يطلع شكله احسن واحد، لا بالعكس، احنا تيم جماعي بتلعب باسم النادي الاهلي، فانت مش محتاج تعصب نفسك او تنرفز نفسك او تخرج نفسك من المباراة، بالعكس انت محتاج ندخله في الماتش عشان يبدا يساعدنا زي ما احنا هنساعده. فهو ده اللي عمله، وربنا كافئه الجول وخد احسن لاعب في المباراه، ربنا يكرم الجميع. اللي كنت بقوله في المقدمه يا كابتن رامي، مقدمه مداخلتي معاك، انه انت دايما دون ازمات ودون مشكله، واحد من اقدم اللعيبه اللي في النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من اولاد النادي الاهلي، اساسي بتادي، دكه بتادي، بره التشكيل خالص بتادي، لا ازمه ولا مشكله ولا حوار ولا قصه ولا حتى تسريبات. ايه الحكايه؟ الحكايه بسيطه جدا، ان في الاول وفي الاخر ده اسمه شغل، ده شغلي باخد عليه راتب، لو قصرت فيه ربنا هيجازيني او هشوف حاجات وحشه، فبالنسبه لي انا بعامل ربنا قبل ما اعامل حد في
في المنظومه، بس انا بحترم نفسي وبشتغل على نفسي، وفي وجهات نظر مدربين تحترم، وتعودت كده في النادي الاهلي طالما ما بتلعبش يبقى اجهز وخليك واقف على رجلك، لان دورك هيجي والحمد لله ربنا بيديها لي من واسع، ان كل ما ببقى احتياطي برجع ابقى اساسي وربنا بيكرمني الحمد لله، ولو رجعت احتياطي تاني ما فيش مشكله تاني، هي الدايره ماشيه وهي الكوره كده، في ساعات كده وساعات كده، فانت المهم تبقى مركز مع نفسك وتحب خير لزمايلك وتبقى واقف كده معاهم راجل لراجل، ونبقى كلنا جروب مع بعض، ده اللي بيفيدك وده اللي بيساعدك بعد كده انك ترجع احسن من الاول. فالحمد لله الحمد لله على المكسب النهارده، وبهدي طبعا النادي في الاهلي. لقطه حلوه، لقطه حلوه كانت لسه جايه برضو، وهي لقطه برضو معتاده في النادي الاهلي. طيب النهارده كابتن النادي الاهلي بتستلم الكاس، وكابتن محمد شناوي جنبك وبترفعوا الكاس مع بعض. طبعا انا شفت كابتن الصوره دي، الشناوي طبعا، شفت الصوره دي 100 مره في الاهلي. دي حقيقه، لان في نظام طالما تواجد الشناوي طبعا ده الاحترام، وطبعا زي ما هو مديني احترامي انا مدي له احترامه، فطبعا تواجده يعني حاجه جميله وحاجه تشرف، واتكلم معانا برضو بين الشوطين، ولا لعيب محترم. فاللي بينا قال لكم ايه بين الشوطين يا كابتن رام؟ لا، ان لازم نبقى اهدى شويه ولازم نبقى قريبين من بعض، ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه. فلا طبعا في احترام متبادل ما بيننا، وده اللي منجح النادي الاهلي. عايز اسالك على مصطفى شوبير، وانت اقرب واحد ليه في الملعب، يعني انت في ارض الملعب انت كمدافع انت اقرب واحد ليه. برضو مصطفى خبرات مش كبيره، سنه صغير، رغم كده بيقدم مباريات رائعه جدا الفتره الاخيره مع الاهلي، وقادر يعوض الشناوي. لا الحمد لله مصطفى مستقبل كبير كبير ليه، يعني ربنا يكرمه ويوفقه، كان شايل النهارده كور كتيره، عنده ثقه في نفسه، ربنا يكرمه، واحنا بنشيله وهو بيشيلنا، فربنا يكرمه طبعا، اتمنى له التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الكابتن الكبير كابتن رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك الفوز اليوم بكاس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد. احب انا اللاعب اللي ما بيعملش أزمة، ما بيعملش حوار، ما بيعملش مشكلة.